لا منو هذا؟ ما عرفته. وينه؟ هذا رفيق عمي ابو عرب. يا الله من دخيلك يا الله، على اساس كنا الوردات وصرنا بياعين خبز. اسكتي ان شاء الله. بس قد ما قالوا لنا الواحد يستحي يا امي. لك بنتي شايفه هدولي؟ عم اقول ليش هيك مقمطين؟ اها بكره لك امي بنعمل مثلهم هيك استاذ. ايه يا ريتك رديتي علي واشتغلتي بشطف الدراج، على القليله ما في شمس واستر لنا. ايه اسكتي اسكتي، انا خرجي لك امي انزل واطلع دراج، رجلي بيجعوني. بعدين هاي الشغله لك امي بدها راس مال على قشاطه وسطل ومنشفه. هاي اذا ما قالوا لك هاتوا الدربيش من عندكم كمان. لك هاي استر، هاي 50 ليره بنشتري كام ربطه وبنبيعهم، بنشتري وبنبيع، اربح لنا واستر لنا لك امي. ليه؟ لازم يغاد.